هل هناك عنف في المكسيك ضد النساء والفتيات؟ إنهم يقتلوننا لمجرد أننا نساء. هذا بمثابة تصفية للنساء. إنها تخاطر بالكثير وأشعر بالقلق حيالها حقاً. لا يمكنني أن أتخيل فقدان أحد أبنائي. نعم، الأمر يدفعني للجنون. أقول لها: ماريا، لا تكوني عنيدة، فقد يصيبك مكروه. لكنها لا تفهم ذلك. لقد تجمع هنا الكثير من الناس لدعمنا، لرفع أصواتهم والتعبير عن رغبتهم في التغيير. نحن بحاجة لثورة تغير كل شيء وتطهر النظام من أساسه. أشعر بالخوف لأن الناس في نيجيريا خطرون. لا أريد أن أفقده، لا أريد أن يحدث له أي شيء. إنهم ينسون احتمال أن أكون أنا الشخص الذي سيغير كل شيء في النهاية. هل سبق أن تشاجرت مع والديك بسبب السياسة؟ هل ترغب بتغيير العالم ولكن والديك يشعران بالقلق عليك؟ هل يبدو هذا مألوفاً لديك؟ بين الشباب والكبار قد يختلف الواقع الذي نعيشه وأحلامنا بشكل كبير. وبصراحة يبدو الأمر وكأن هناك بالفعل فجوة هائلة بين الأجيال. أحياناً لا نفهم بعضنا البعض، والسؤال هو: هل يمكننا التقليل من هذه الفجوة؟ في المكسيك تقتل يومياً 10 أو 11 امرأة، والسبب في ذلك هو النزعة الذكورية الموجودة. المكسيك مكان خطر. إنه الخوف، الخوف والعجز. أخشى أن يطال العنف ماريا أيضاً. أشعر به يقترب في كل مرة نسمع فيها عن مكروه يصيب شخصاً نعرفه. أمارس الرسم على الجدران، الجرافيتي، وأحاول أن تكون رسوماتي مسالمة رغم أن البعض يراها متطرفة. إنها وسيلة للفت الانتباه إلى الأوضاع، وهي أفضل من لا شيء. أرسم هذا الجرافيتي بسبب مقتل إليانا أفالازوس. شهدت آخر مرة في هذا المبنى السكني، حيث قتلت على يد شريك حياتها السابق. لا أعتقد أنها ناضجة بما يكفي لتدرك عواقب أفعالها. في النهاية أنا شابة بالغة، مدركة لقراراتي وأفعالي. نعم، إنه الخوف. في المكسيك تعيش النساء وعائلاتهن كذلك في ذعر وارتياب مستمر. إنه أمر مروع. تعيش النساء المكسيكيات في خطر، إذ تقتل أكثر من 10 نساء يومياً، كما أن عشرات الآلاف منهن في عداد المفقودات. إنها واحدة من أخطر الدول في العالم بالنسبة للنساء. خلال عام 2022 تعرضت 7 من بين كل 10 نساء للعنف الجسدي، والأعداد في زيادة. كما أن ربع النساء المكسيكيات تعرضن للعنف الجنسي، إلا أن 1% فقط من القضايا تنتهي بإدانة الفاعل. ولدت ونشأت في لاغوس، وهي مدينة غاضبة تشهد الكثير من العنف. تواجه نيجيريا خطر الانهيار كل يوم، إذ ينتشر الفقر والأمية والفساد. نحن بحاجة إلى إصلاح شامل، نحن بحاجة إلى ثورة. نيجيريا بحاجة الآن إلى ثورة. أشعر بالخوف لأن الناس في نيجيريا خطرون. أتفهمني؟ إنهم خبثاء.
السلطة تكمن فينا، السلطة في الحقيقة بين أيدينا. علينا إعادة صياغة الدستور لأنه لا توجد أي شفافية. لابد من وجود قوانين حقيقية، قوانين لا سلطة لأحد في التلاعب بها أو تغييرها. كيف يمكنه تحقيق ذلك؟ كيف يمكن لسومكيلي تحقيق ذلك؟ أنا ناشط سياسي، أطالب دوماً بالديمقراطية وبحكومة أفضل. عندما نكون في الشوارع، نقوم بتوعية الناس وإطلاعهم على ما يجري. إننا نشجع وننصح ونبشر. ندعو الناس إلى توخي اليقظة أو إلى النشاط السياسي، حتى يدركوا أن لديهم تأثيراً كأفراد. لا تقل لي أنك لست فاسداً. أنا لست فاسداً. لا تقل ذلك، الجميع فاسدون يا أخي. أتنكر أن الجميع فاسدون؟ ليس الجميع فاسدين. نحن دائم الشكوى. حسناً، الحكومة فاسدة، ولكن ماذا يمكننا أن نفعل حيال ذلك؟ بدون نظام سياسي سليم ومعايير شفافية وعدالة، فإن كل ما يفعلونه يشبه بناء قلعة بلا أساسات. لا أشغل بالي بالسياسة، فهي لا تبدو مهمة بالنسبة لي. لما لا تبدو مهمة بالنسبة لك؟ ولماذا؟ كيف لي أن أعبر عن الأمر؟ هناك عقلية نيجيرية تقليدية منتشرة حتى اليوم بين الشباب تتمثل في اللامبالاة وعدم الاهتمام بهذه القضايا. يفضل الناس التركيز على أنفسهم وعلى عائلاتهم فقط، ولا يهتمون بشيء إلا إذا كانوا سيستفيدون منه وسيعود عليهم بالمال أو المنفعة. الناس لا يعرفون لمن يصوتون وما هي الصفات التي يجب أخذها بعين الاعتبار. عليكم هذه المرة التصويت لصالح شخص يحترم دولة القانون وليس لأنه يتمتع بالشعبية أو لأنه ينتمي إلى قبيلتكم. هذه هي المشاكل التي عانتها الأجيال السابقة، الانتماء القبلي والخوف. هذه الحكومة تتسم بالدهاء وشريرة للغاية. إذا نزلت إلى الشوارع فعليك أن تواجه العواقب. هكذا كانت الأمور طوال الوقت. من الذي يريد تغيير ذلك؟ أهو أنت؟ ترى ما هو الوضع السياسي في نيجيريا؟ صحيح أن انتخابات رئاسية وبرلمانية تعقد كل 4 سنوات، إلا أنها لا تسير بشكل ديمقراطي، حيث غالباً توزع رشاوى على الناخبين أو يتم تهديدهم للتصويت لصالح مرشحين بعينهم. ينتمي معظمهم لشبكات قوية تضم نيجيريين أثرياء ومن ذوي النفوذ. الفساد منتشر في هذه الدولة النفطية داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، كما أن انتماءات السياسيين العرقية كثيراً ما تلعب دوراً في الانتخابات. تمتلك نيجيريا أكبر ناتج قومي إجمالي في إفريقيا، لكن حوالي نصف سكانها يعيشون بدخل يقل عن يوروهين يومياً، كما أن معدل البطالة مرتفع خاصة بين الشباب. نصف النيجيريين أعمارهم دون 19. كانت لي تجربة مع صديقي السابق الذي اغتصبني، ليس مرة واحدة بل عدة مرات. كان يتلاعب بمشاعري وإن لم أرغب بممارسة الجنس معه، يقول إنني على علاقة بشخص آخر، أو لم أعد أحبه كما في السابق، أو يصفني بأنني عاهرة. كان يتلاعب بي بطرق عدة حتى يتمكن من ممارسة الجنس معي، لكنني كنت أفعل ذلك معظم الوقت رغماً عني. لم تكن لدي أي فكرة عن ذلك وصدمت. كان الأمر أشبه بضربة لم أكن أتوقعها. شعرت بالعجز، كنت في شدة الغضب من ذلك الشخص. أردت أن أذهب إليه وأبرحه ضرباً وأفرغ كل غضبي عليه، لكنني كنت سأورط نفسي في الكثير من المتاعب القانونية.
لا يمكننا أبداً أن نعطي جهدنا بالكامل حتى لو أردنا ذلك. وبالنسبة لي كأم، كنت في أسوأ حالاتي عندما توفيت والدتي. شعرت حينها بالحزن والإحباط لدرجة جعلتني أرى كل ما يجري حولي مشوشاً. ولذا ومنذ وفاة أمي قبل 3 سنوات لم أكن أساند ماريا كما يجب، وأعتقد أنه من الصعب علينا العطاء بنسبة 100%. الآن أشعر بالخوف على ماريا كلما خرجت إلى الشارع. إطلاق النار الذي جرى عند بوابة ليكي في 20 أكتوبر 2020 كانت تجربة مروعة. شعرت بالعجز تماماً. كان السبب الوحيد لعدم ذهابي هو إغلاق المنطقة بكاملها. مجزرة بوابة ليكي التي وقعت في 20 أكتوبر 2020 شكلت صدمة لغالبية الناس في نيجيريا حينها فتح الجيش النيجيري النار على مجموعة من المتظاهرين السلميين الشباب غير المسلحين عند محطة دفع الرسوم في الطريق المؤدية إلى مقاطعة ليكي في لاغوس. لقي 12 شخصاً على الأقل حتفهم، فيما أصيب العشرات بجروح. هدفت المظاهرة للاحتجاج ضد إحدى وحدات الشرطة التي اشتهرت بممارساتها العنيفة، وعقب الحادثة اندلعت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد. عمت الاحتجاجات في كل مكان، وحدثت مواجهات في منطقتي أيضاً. أظن أنه كان اليوم التالي لحوادث القتل في ليكي، حيث تظاهر الشباب الغاضبون وهاجموا بعض مراكز الشرطة. كانوا يقتربون من المخفر هنا عندما خرج جميع رجال الشرطة حاملين أسلحتهم. كان يحاول تصوير الحدث بينما كانوا هم يطلقون النار، فبدأت أصرخ قائلة: عليك أن تدخل، سوف يطلقون النار عليك، سوف يطلقون النار عليك. أما أنا فكان يجب علي توثيق الحدث. كان علي تسجيل ما يجري لأنها كانت فترة بالغة الحساسية في نيجيريا، لذا كان علينا تسجيل كل معلومة والاحتفاظ بها. كانت أمي تحاول منعي من التصوير. أدركت آنذاك أن ثمة صراعاً بيننا. صحيح أن مخاوفها مشروعة، لكنها لم تفهم أهمية الأمر بالنسبة لي. كان علي القيام بذلك. كان لمسيرة 8 مارس 2019 أثر كبير علي، ففي تلك اللحظة فتحت عيني وأدركت مدى معاناة النساء. بدأت أشاهد مقاطع فيديو لنساء تعرضن للاغتصاب على أيدي شركاء حياتهن أو أشخاص غرباء، أو أب يغتصب بناته أو يقتلهن، أو رجال يقتلون زوجاتهم. المشكلة الكبرى هي أنهم يقتلوننا بينما لا تقوم الحكومة بفعل أي شيء لمنعهم. لا تفعل الدولة أي شيء حيال الأمر. عندما أشارك في الاحتجاجات أو أرسم على الجدران أو أشارك المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، أشعر بأنني قوية، لكنه غضب لن يتوقف حتى يتوقفوا عن قتلنا. Crecieron alas a cada
العلاقة بين المجتمع المكسيكي والنساء المكسيكيات سيئة للغاية. المشكلة هي أننا ننشأ هنا بنفس الطريقة التي نشأت أنا بها والتي نشأت أمي بها، حيث يستخدم الضرب كثيراً في التربية، وينتقل هذا الأسلوب من جيل إلى جيل بنفس طريقة نشأة أنا وأمي باستخدام الضرب. ولدت أمي في عشرينيات القرن الماضي، كان عليها أن تكون امرأة قوية، ففي تلك الفترة كانت النساء تتزوجن رجالاً ذوي نزعة ذكورية قوية. كان والدي رجلاً مثقفاً جداً، لكنه مع الأسف كان عنيفاً للغاية. كان علينا الهروب، لذا تركت المنزل أنا ووالدتي وأخي. كنت في الثالثة من عمري عندما تركنا أبي. أرسلتنا أمي إلى مدرسة داخلية، كانت مدرسة داخلية عسكرية، حيث تعلمنا التعايش مع الضرب. لم يكن هذا أمراً جيداً، بل يمكن أن يغير طريقة تفكيرك. حاولت جاهداً أن أعوض كل ما حرمت منه في طفولتي، والآن أحاول أن أبذل قصارى جهدي فعلياً. تركنا والدي، فبقيت مع أمي وإخوتي الأصغر سناً. حدث ذلك عام 2005، أظن أن سومكلي كان في السادسة من عمره عندما تركنا الأب. كانت تلك تجربة سيئة لأنه تخلى عنا تماماً، وكانت أمي تبكي طوال الوقت. كان سومكلي يحب والده، ووالده كان يحبه أيضاً. شعرنا بالدهشة عندما تركنا. كنت أنظر إلى والدي كما لو أنه بطل خارق أو إله. كنت أحب والدي كثيراً. لم يكن هناك توازن، فقد عشت حياتي مع والدتي، وكان علي دائماً أن أكون حذراً. عشت حياتي في خوف دائم، ولم أمتلك يوماً الثقة أو أفكر أن هناك من يقف خلفي ويدعمني. كانت عليه مسؤولية كبيرة لأنه الابن الأكبر، وكان عليه أن يصبح بمثابة الأب الذي لم يكن موجوداً. كان عليه مساعدتي ومساعدة إخوته. أعلم أنه لا يزال صغيراً، لكن عليه أن يحاول. فطوال ذلك الوقت كنت أقوم بكل شيء وحدي، لذا أريد منه أن يعمل ويساعدني، لأنني أحتاج للمساعدة كما أنني أتقدم في السن. كان أبي في فترة ما ناشطاً في مجال السياسة، فقد ترشح في الانتخابات، ترشح لعضوية البرلمان الإقليمي في إحدى الفترات. خاض الأب الانتخابات عام 2007، لكنه لم ينجح. عمل والدي في السياسة أثر علي كثيراً، فكانت الأحاديث السياسية حاضرة دوماً في حياتي. أعتقد أن سومكلي يريد أن يحقق إنجازاً أكبر من والده، وأن يري أباه أنه يستطيع تحقيق ما لم يتمكن والده من تحقيقه. So it's going to be a carnival. It's
going to be a grandmother of all rallies. So it's happening every single day. سيكون فخورا بلا شك، لكنني لا أعلم إن كان يعرف بنشاطي السياسي، وأنا لا أهتم لذلك على الإطلاق، فأنا أركز على نفسي وعلى تحقيق النتائج، لذا لا أضغط على نفسي. هذا الشاب النيجيري، نحن محظوظون بوجوده بيننا. كان والده ليفتخر به. أعتقد أن هناك ناشطين في جيلي أكثر بكثير مما كان في الأجيال السابقة، فنحن الذين نعبر عن آرائنا ونقاتل ضد ما يمكن أن يحدث. نحن الذين نعترض ونتحدث. أعتقد أن شبكات التواصل الاجتماعي أداة رائعة تساعدنا كناشطين. عندما كنت في عمر ماريا لم أناضل ضد الذكورية أو عدم المساواة بين الجنسين، لأنني كنت أرى الأمر شيئاً عادياً، لم يبدو لي كشيء سيء. ربما كنت أنزعج في بعض الأحيان من أمور ما كمعاملة أبي لأمي، ولكنني ظننت أن هذا طبيعي، هكذا كانت تسير الأمور حينها. بشكل عام فإن جميع الأديان تسعى للخير، وأنا أعتقد أن ماريا تحاول فعل الخير وهذا يطمئنني. أشعر أنها امرأة ذات قيم وتفكير سليم. كنت أرغب بالطبع أن تكون كاثوليكية مثلي. لا أؤمن بوجود الله، بل أؤمن أكثر بالطبيعة. جميع الأديان ذكورية، يملك فيها الرجال السلطة فيما لا تملك النساء أي سلطة. أرى أن جيلي والأجيال التي ستأتي من بعدنا أجيال قوية، لن نسمح لهم بمعاملتنا بطريقة سيئة في أماكن العمل. فقد اعتاد جيل والدي مثلاً على المعاملة السيئة من المدراء. إنهم حساسون، أليس كذلك؟ فهم يشعرون بالإهانة بسهولة. أما أنا فلكي أشعر بالإهانة فلا بد أن يكون الأمر سيئاً ووقحاً للغاية. لكن في الوقت الحاضر إذا قلت شيئاً لأي شاب فلن يعتبر الأمر مزحة. لا يمكنك أن تدعوهم بالحمقى. هذا أشبه بصفعة على الوجه. نحن نشكو من الظلم ونطالب بحقوقنا. أشعر بأن الأساليب الفنية والسلمية ليست فعالة. علينا استخدام مخالبنا لكسر القيود. علينا أن نتمرد وأن نرسم الجرافيتي على الجدران ونصرخ حتى يكون صوتنا مسموعاً. لذا أرغب بالانضمام إلى الكتلة السوداء. بالطبع أخشى أن تنضم ماريا إلى جماعة الكتلة السوداء وتصبح متطرفة. ما الذي يخيف مايرا من جماعة الكتلة السوداء؟ إنها حركة نسوية متطرفة منتشرة بشكل واسع في أمريكا اللاتينية، يقوم أعضاؤها المقنعون في المكسيك بحماية المتظاهرين من هجمات الشرطة، ويحتلون المنازل والمكاتب الحكومية، ويرسمون اللوحات الجدارية على المباني والآثار، كما أنهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ويقدمون دورات في الدفاع عن النفس. تعتبر جماعة الكتلة السوداء طريقتها في الاحتجاج الوسيلة الوحيدة للتخلص من المجتمع المكسيكي الذكوري ورداً مشروعاً على سلبية الدولة. إذن ساندية، بحسب ما قلت فإن الكفاح من أجل حقوقنا يمثل خطورة. إنه خطر بالطريقة التي أتبعها، فالمواجهة المباشرة تزعج الدولة والمجتمع، وهذا أمر غير مسموح به. إنه من المحظورات.
أحب أن أكون عضوة في بلوك نيجرو، لكن والدي لن يسمح لي بذلك. نعم، بكل تأكيد أنا خائف. أريد أن تتابع ماريا تعليمها العالي وتتخرج. هذا شيء لم أتمكن من فعله. أريدها أن تتصرف باستخدام ذكائها وقوتها دون عنف. It's past 2020, but we still face the same ish. Same struggles our fathers faced for ages. From 1960, check our history, bros. We went from good to bad. Now we ended up worse. الموسيقى حياتي، وأريدها أن تعكس ما أقوم به. وسائل التواصل والموسيقى وكل تلك الأمور لا تعجبني. أحتاج للمساعدة، لذا أريد منه البقاء والعمل على مساعدتي. أريده أن يعمل في شيء أفضل. أريده أن يصبح مهندساً. عاش جيل والدي تحت حكم النظام العسكري، ولم يكن لديهم إمكانية التعبير. وبالطبع فإن هذا أثر على تفكيرهم وعقليتهم، ونحن نفهم هذه الحقيقة. أما نحن فنعبر عن رغباتنا بوضوح، ونعلم أنه بالإمكان إحداث تغيير إذا خرجنا جميعاً وتحدثنا بصوت واحد. يقال إن كبار السن يملكون الحكمة، فهم أشبه بالآلهة على الأرض الذين نراهم ويقومون بإرشادنا وقياداتنا. ولكن للأسف فالعكس هو الصحيح في نيجيريا، لأن أولئك الكبار لا يخجلون ولا يهتمون لأمر البلاد. لقد دمروا كل شيء، لكن جيلي أكثر شجاعة، لذا يعتبروننا غير مهذبين. عندما كان والداك يطلبان منك ألا تفعل شيئاً ما، فكنت تطيعهما ولا تفعل ما ينهيانك عنه. أما الجيل الجديد فهو مختلف ولا يستمع لنا. كنت أنا ووالدك نتحدث عن آخر مسيرة شاركت بها عندما ذهبت مع صديقاتك. أتريدين بعض الصلصة؟ أعتقد أنه يجب القيام بأشياء أكثر بكثير حتى يصبح للنساء الحق في اتخاذ القرارات التي تخص أجسادهن، مثل رغبتهن أو عدم رغبتهن بالإجهاض. هذا هو تمام ما كنت أناقشه مع والدتك. قلت لها على المائدة إن عليك توخي الحذر الشديد، لأنك قد تعرضين نفسك للخطر، وهذا من شأنه زعزعة استقرار العائلة. إذا أصابك مكروه فسوف تعرضين استقرار العائلة للخطر. لكن في نهاية الأمر لم يتم حل أي مشكلة اجتماعية بطرق سلمية قبلاً، لذا علينا التصرف بعنف وليس بحذر للأسف. يا له من أمر محزن. إنه أمر محزن للغاية، لذا أقول لكما إن المشاكل لن تحل. أرجوك اعتني بنفسك. يجب أن تتغير الأوضاع، لكن الأمر خطير. قتلت العديد من النساء، ورغم كل الشكاوى المقدمة لم تفعل الشرطة شيئاً. لذا تقوم النساء بتنظيم مسيرات للتعبير عن آرائهن، ويحدثن ضجة قد يسمعها المعتدون أحياناً وأحياناً لا. ومع ذلك فإنها تساعد، لأن الحكومة لا تفعل شيئاً حيال الأمر. علينا أن نحدث ضجة حتى يسمعونا. إذا لم نشتكي ونعبر عن رأينا فلن يفعلوا شيئاً. أفهم ذلك، لكنني لا أتفق مع التصرف العدائي كالرسم على الأثار. أقول لك دائماً إنني لا أوافق على ذلك. ولا أنا. ولا أنا. لكن لو قتل أو فقد أحد من أهلي، لو وافقت على ذلك ربما. ماذا لو قتلت أنا؟ ماذا ستفعلان؟ أطرقي على الخشب.
لا تستدعي النحس؟ إذا قاموا بقتلي، ألن تقوما بإحراق الأشياء وتخريبها وتكسيرها؟ هل تعتبران أن تخريب الآثار أسوأ من إنهاء حياة شخص ما؟ حتى لو لم توافقي على ذلك، إلا أنني أريد أن أكون مع جماعة الكتلة السوداء خلال مسيرة السنة القادمة. هذه هي الطريقة الوحيدة ليستمعوا إلينا. ليس لي أحد، أرجوك. لا أحب السياسة. أترينني أشارك في السياسة؟ نحن مجرد نشطاء، إنه حراك فقط. ما الذي تفعله؟ إنهم يقتلون الناس. كلما جلسنا مكتوفي الأيدي ازدادت الأمور سوءاً، وسيزداد الدمار والخراب. علينا جميعاً أن نخرج، يجب أن يخرج الجميع ويشاركوا. إذا لم نشارك فسيستمر هؤلاء الناس باستغلال الوضع، سيستغلون حقيقة صمتنا وعدم مشاركتنا. كل ما يملكونه الآن هو شراء الأصوات بالمال، وما سنفعله هو الخروج وتثقيف الناس. لا نطلب منهم التصويت لصالح شخص لا يريدونه. كل ما نفعله هو أننا نطلب منهم المشاركة والتصويت لأن أصواتهم مهمة، وألا يقوموا ببيع أصواتهم. سيبيعونها. وأنت ستبيعين صوتك؟ لن أشارك أصلاً حتى أبيع صوتي. لن نقوم بإهانة أي شخص أو محاربته. نحن أذكياء ونفعل ما نريد بطريقة واعية وبحذر. لن نحارب أحداً ولن نسيء إلى أحد أو أي شيء من هذا القبيل. لا أريد مشاكل. لا توجد مشاكل ولن توجد. لدينا دعم قانوني. هل هذه مسؤوليتك؟ إنها مسؤوليتنا جميعاً. علينا أن نخرج ونصنع التغيير. إذا كنت المسيح المخلص فاذهب ومت من أجل نيجيريا. أرجو، لن أموت من أجل نيجيريا، ولكن طالما أنني لا أستطيع مغادرتها فسأقوم بواجبي. لا أريد ذلك. عندما يعرفون أننا جميعاً أصبحنا أكثر وعياً سينتهجون سياسة أفضل. كل ما نطلبه منكم هو التصويت للشخص المناسب، وليس فقط لمن ينتمي إلى قبيلتكم. لا يمكنني الجلوس والانتظار فيما أنا قادر على فعل شيء ما. ما لا يعجبني في والدتي هو خوفها وقلقها المستمران. لن أتجاهل مخاوفها لأنني أهتم بنفسي. تأكد أنني لا أريد أن أموت هباء. لذا أحرص على ألا أتصرف بطريقة متطرفة أو أتجاوز حدودي. أريد أن يحقق حلمه ويصبح واقعاً. هذا ما أتمناه له. أكثر ما أحبه في أمي أنها طيبة القلب ومتفهمة، وهي تؤمن بي. أحب ابني ولا شيء سيفرقنا. أريد أن تحل الصراعات بيني وبين والدي، خاصة مع والدتي. أتمنى أن تفتح عينيها وتدرك أننا نكافح من أجل حقوقنا. الحقيقة هي أنني أريد لابنتي أن تحلق، وأتمنى لها أن تكون سعيدة وحرة وقادرة على فعل كل ما تريده. أنا أؤمن بقدرة الحب والعاطفة على حل كل مشكلة. كل ما يفعله أبناء جيلي هو المطالبة بحقوقهم ببساطة. نحن نفعل هذا لأننا نحب مجتمعنا ونحب أنفسنا ونحبكم أيضاً.